السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وميت مرحبا بالجميع مع نفنفات جديدة وأطباق خفيفة من المطبخ السوري بنفس ونكهة حلبية. اليوم راح أعمل طبق البابا غنوج المحضر من بانجان مشوي مع تشكيلة من الخضرة، وراح أعمل كمان تبل البانجان المشوي مع صلصة الطحينة واللبن والحمض والثوم، وبنفس الصلصة راح أختم بمتبل الشوندر المسلوق. تشكيلة مقبلات شهية وقبيلة، سهلة التحضير وشغلة ممتع طبعا إذا الواحد إله مراء بالطبخ والمطابخ. شغلة تانية، ما في حدا واقف فوق راسه يشوف شو قصص وحكاية. وأحلى تحية لأم عبده الله يرده بالسلامة. يلا تفضلوا معنا على المطبخ لنحضر الأطباق سوا. بنبدأ أول شي بشوي البانجان بعد ما نشيل عنه القمع الأخضر ونترك المسكة مشان سهولة التقليب. منبخوش أو منثقب البانجان براس سكينة ونركزها على النار. اعملوا احتياطاتكم منيح عشان ما يتشحر الفرن. اليوم علقنا علقة مشحورة أنا وأم عبده مشان نشوي البانجان. بدي أجيب لها البانجان مشوي جاهز، وأنا ردت أعلمكم شلون بنشوى في البيت. قولوا حليناها بالأخير إنه تترك الشقة لمين بقى وأشتغل لحالي على رواق. كل كم دقيقة بنعمل لهم تقليبة للبانجانات لحتى ينشووا من كل الأطراف، وانتو عم تشوفوه انتو على ايديكم ما يلتدعوا من الحرارة. بعد شي 10 دقايق من التقليب نضغط على البانجانات، اذا لانت بكون استوى قلبها حاجتن، بنشيلن على صحن بلور. وبنفس الطريقة منتابع شوي كمية البانجان اللي عندنا. وهي البنجانات انشووا وصاروا من أحلى ما يكون. مشان سهولة تقشيرهم بنغطيهم بنايلون وبنتركهم شي نص ساعة يعرقوا على بعض. هالشغلة بتسهل فصل القشر عن قلب البنجان. وصلنا لتقشير البنجان المشوي، منشيل تم البنجانة ومننزع عنها القشرة. التقشير شغلته سهلة بس بده رواق وما بده نزاقة، واليوم أنا آخر رواق من غير شر. منضل عم ندير ونلفت بالبنجانة لحتى تنضف من القشر على السوا. احتمال شي بانجانة يطلع مقلى سميك تعذبكم بالتقشير شوي، بدكم تطولوا بالكم عليهم. هلا بالحقيقة شوي البانجان بالبيت إله لوشي، بس مو دائما بلتقى بانجان مشوي جاهز، يعني الواحد بده يدبر أموره مشان ياكل له أكلة طيبة ونظيفة. هلا البانجان تقشر وصار جاهز، راح افرمه فرم على الناعم مثل ما لكم شايفين. في ناس دقوا دق لحتى ينهرس ويصير هميسي، وناس بخفقوه بالخفاقة بنتعل ابو انفاسه. انا بشوف طريقة الفرم انسب واضبط طريقة لتحضير المتبل. على كل، انتو اعملوا اللي بناسبكم، ما في اشكال، كل الدروب تودي على الطاحون. وهي البنجان انشوى وتقشر وانفرم، رح نقسم الكمية لقسمين، شي للمتبل وشي للبابا غنوج، وفورا بنبدأ بتحضير طبق البابا غنوج.
مع البنجان اللي شويناه قبل شوي وقشرناه وفرمناه، بلزمنا بقدونس مفروم، بندورة، فليفلة حمرا، فليفلة خضرا، بصل، طبعا كله مفروم على الناعم، وفيكن تستغنوا عن البصل، ثوم مهروس، حمض ليمون أو حص رمان على شي، ودبس رمان، هذا أساسي لتنكيه بابا غنوج. أخيرا زيت الزيتون وطبعا الملح. وللزينة بلزمنا رمان مفروط وجوز مفروم. منضيف الثوم المهروس على الباذنجان المشوي، شوية عصير ليمون، حوالي معلقة طعام دبس رمان، ونخلطهم مع بعضهم. ما كترنا دبس رمان عشان ما يغمق لونه. هلأ منضيف الخضرة عليهم، بندورة، بقدونس، الفليفلة الخضراء والفليفلة الحمراء، البصل، هذا طيبته بخضرته. برش رشة ملح مناسبة، بنعمل لهم كم تقليبة. ما تجولوا عليه كتير بالتقليب عشان ما ينخبص. وهيك البابا غنوج صار جاهز مع وجهه على السكف. هلا بنمده بصحن مناسب نقط عليه تنقيطات دبس رمان، رشش عليه حب الرمان الحامض، ونزينه الجوز المفروم، وأخيرا منغنجه بقى بزيت الزيتون. وهي البابا غنوج تغاوى وتركن وصار جاهز لنصمته على السفرة. ننتقل هلأ لتحضير صلصة الطحينة والحمض والثوم واللبن اللي راح تلزمنا لنتبل الباذنجان ونتبل الشوندر. للكيلو باذنجان بلزمنا عصير ليمونتين، مددوهم بالمي شوي معلشي، 5 فصوص ثوم مهروس، حطهم مع الحمض وبنعمل لهم تحريكة لبين يتفرفد الثوم المهروس عشان ما يضل مكبتل. بنضيف عليهم هلا حوالي ربع كيلو طحينة ونحن عم نحرك لحتى يتجانس الخليط. إذا حسيتوها مرقت شوي زيدوها طحينة، لا إذا سمكت كتير جبلت
ضيفوا لها شوية مي أو ممكن باللبن تمرق شوي. هلا بدي اتسمك الصلصة مثل ما تكون شايفين، نضيف عليهم كم معلقة لبن ومكمل التحريك. طبعا نحط لها ملح كمية مناسبة. كم تحريكة وبتصير صلصة الطحينة والحمض والثوم جاهزة. راح نحتاج المتبل الباذنجان ومتبل الشمندر. هلا نحن محضرين الباذنجان، شويناه وقشرناه وفرمناه، وحضرنا قبل شوي صلصة الطحينة والحمض والثوم واللبن. ضل علينا نخلطهم مع بعضهم. منضيف الصلصة كمية مناسبة لكمية الباذنجان. أنا عملت زيادة لأنه بدي أستعمل المتبل الشوندر. بنعمل كم تقليبة، بنخلطهم مع بعضهم منيح وبصير المتبل جاهز لنبعته على صالون التزيين. صحن مناسب والأفضل يكون طفح. بنمد المتبل، شايفين قوامه، ما لازم يكون مريق مشان ينغمس أو يتاكل بالشوكة. نزينه بالبقدونس وممكن فليفلة حمراء أو مثل ما بدكن، رشة كمون مطحون كتير بروح معه، رشة فليفلة يابسة ما بقول لا، وأخيرا كتت زيت زيتون. والمتبل صار جاهز للتقديم. هاي جهزنا المتبل على 24. ننتقل هلأ لتحضير متبل الشمندر. لمتبل الشوندر بلزمنا شوندر مسلوق ومبرد ومقشر قبل بوقت. سلقه ما بياخد وقت كتير وتقشيره من أسهل ما يكون. هلأ رح أبشر الشوندر على الطرف الخشن من البشارة. في ناس بتخفقه خفق وفي ناس بتفرمه على الناعم. انا شفت البشر اسرع واسهل طريقة وبيعطيني النتيجة اللي بدي اياها. شوندرنا صار جاهز وصلصتنا مجهزين قبل بوقت. ضل علينا نخلطهم مع بعض. منضيف صلصة على الشوندر ومنقلب فيهم لحتى ينخلطوا منيح. شوفوا هاللون الحلو اللي عم تشكل، لسه الطعم أطيب وأطيب. كمان بنقي له صحن حلو يلوق له ومنمد المتبل عليه. نزينه كم قطعة شوندر مسلوق، رشة بقدونس
وكتة زيت زيتون، ويا عيني يا عيني. وهي أطباقنا صارت جاهزة من أنظم ما يكون، بنعزم عليها أغلى الغوالي. ها اسكروا الديب. ألو، الو، أهلين وسهلين. اهلين ابو عبيد، خلاص شغلك ونفنفاتك؟ إيه خلصت، طلع شيء من أنظم ما يكون. شلون وضع المطبخ؟ مشتاق لك، عم بسأل عليكي. اجيب معي معزلة وحدة بكفي ولا اجيب تنتين؟ دي ارجعي، قوام صفرة ما بتتفوت. يلا يلا بخلص زيارتي وجاي. يلا بانتظارك. ولبين ترجع الخانم تفضلوا بزيارة قناتنا بالضغط على شعار القناة، وبس صرتوا عنا سجلوا اشتراككم وكبسوا على زر الجرس وبتصيروا منا وفينا وميت هلا بالجميع.